معك بنرجس راي. في السنوات الأخيرة جربت كذا فكرة وكذا مشروع، بس كشخص ما عنده خبرة تجارية سابقة وكون الدخل اللي كنت عايش عليه محدود، فكانت الخيارات اللي عندي محدودة بعد. بس برأيي أنه جدا 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 مهم أنه الإنسان يكون عنده دخل ثاني أو يكون عنده كذا دخل، بالذات بالزمن اللي احنا عايشينه. كان أبسط طموحاتي أن أقدر أساعد أهلي ماديا، أني أقدر أكون رئيسة نفسي ووقتي، أني أملك شيء باسمي، طبعا غير كل الالتزامات الأساسية في حياتنا اللي كل شيء يكلف اليوم مبلغ وقدره. فأنسب شيء لي كان شيء أونلاين، شيء مرن، شيء يناسب وقتي. الأغلبية اليوم يقضون نص يومهم أونلاين، وشيء اللي فعلا يحزن لما أسألهم الحين آخر الشهر أنت كم تستلم، ومعظم الجواب أجوبة اللي ألاقيه من الصفر. الإنترنت فيها فرص بالهبل، مليارات. أوكي، أنا كان طموحي بس أخذ حصتي، أو خلينا نقول قطعة من هالكيك. الإنترنت قام بتغيير كل شيء بحياتنا، يا تكون جزء منه وتستفيد، يا بتكون آخر من يعلم عنه. الأونلاين بيزنس حالات إنه ما يحدد بمكان معين أو دولة معينة أو مدينة معينة. فالشيء اللي بقولكم اليوم عنه، الشيء اللي أنا سويته واستفدت منه ولقيت إني ما أحتاج إني أبدأ من الصفر لما أسوي بيزنس أونلاين، لأنه لقيت إنه في شركات قائمة ناجحة رائدة أوريدي موجودين يسمحوا للفرد إنهم يشاركونهم بنسبة طبعا حسب معادلة معينة. فهذا الشيء اللي أنا سويته، انضميت وشاركت شركة بحدود الحين حوالي 20 سنة كريديبل، وبدأت من هناك وبدأ رحلتي الأونلاين اللي الحمد لله كبرت وتوسعت بشكل كبير. واليوم صرت أسافر وأقابل آلاف في هذا المجال وأدرب عن هذا المشروع في كثير دول. في البداية لما كنت موظفة كنت حاطة لنفسي خطة 10 سنوات وإني أكسب من أشياء جانبي، بس الحمد لله بعد سنة من المشروع صرت أسلم في شهر على قد راتبي سنة كاملة، والحمد لله قدرت أستقل من وظيفتي وصرت فول تايم أونلاين. فأشوف هنا شيء يقدر يفيد أي شخص محتاج أي نوع من أنواع الدخل. فإيش الفكرة؟ الشركة اللي أنا اشتركت معها تمثل أهم صناعتين مرغوبة ومطلوبة حول العالم، اللي هو القهوة والسفر والسياحة. ليش القهوة؟ لأن القهوة من أربح المشاريع والبزنسات اليوم الموجودة. تعرفوا كمعلومة أنه ثاني أكثر منتج يتداول بين الدول في العالم بعد النفط هو القهوة؟ تعرفوا أنه في اليوم الواحد في فوق 4 مليار كوب قهوة قاعد ينشرب يومياً؟ الناس يستنون طوابير عشان هالكوب القهوة كل صباح، أوكي، وصار الناس يدفعون حتى مبلغ مبالغ فيه على هالكوب القهوة، وأحيانا الواحد ما يقدر يبدأ يومه قبل ما يشرب قهوته، وأكيد تعرفون هالشيء. وأكبر شركات ناجحة اليوم صار يدمجوا قسم يخص القهوة عشان يزودوا أرباحهم. يعني أبسط مثال ماكدونالدز، already multi-million-dollar company، شركة ناجحة، بس فتحوا لهم قسم ماكافي. وشركة دانكن دونتس بعد شركة ناجحة، بس غيروا اللوجو حقهم وحطوا كوب قهوة. فتقدروا تتخيلوا كيف هذا الصناعة وهذا المجال من أربح المجالات والبزنسات اللي موجودة. بس اللي يميزنا إنه إحنا نسوي بشكل ثاني بطريقة حديثة. شركتنا تملك شركة إيطالية كوسبريسو، الكوفي الوحيد في العالم اللي بيدفع لك. جهاز مع كبسولة بضغط زر بتقدر تسوي كابتشينو، لاتيه، اسبريسو، بلاك كوفي، وحتى يسوي شاي. وبالذات مع جداول الناس المشغولة صارت ترند اصلا في العالم، في البيوت ومكاتبهم صار يحطون جهاز او نوع او اخر. بس حالات الكوسبريسو ان جودة القهوة حقهم جدا عالية للناس اللي يستطعمون الكوفي. والحين ليش السفر والسياحة؟ الناس يعشقون السفر، الناس صاروا يحوشون على مدار السنة فلوس عشان اخر السنة يسافرونهم كم اسبوع. فاي شخص يسافر حلمه شيء واحد، انه يقدر يوفر فلوس. فشركتنا تريب سيفر شركة امريكية متعاقدة مع اكثر من 400,000 فندق متجه حول العالم زي booking.com وابودا وتريب ادفايزر وغيره يعني. بس هنا لما تكون عضو في الموقع الشركة بتعطيك رصيد توفير على جميع الفنادق اللي تختارهم، فدائما راح تاخد ارخص سعر لما تحجز بالفندق، وبتضمن لك 110% استرجاع الفرق لو لقيت ارخص منه. بس في 4 شهور اللي مضوا لما حسبت المبلغ اللي دفعت على جميع فنادقي، وطبعا انا كنت دائما متعوده استخدم booking.com، فلما قارنت السعر وفرت بحدود 2000 دولار. طبعا ميزه هذا المنتج مو بس انه يحقق حلم كل مسافر ويوفر له فلوس، بعد منتج بيدفع لك. هذول الشركتين تحت شركه رئيسيه، شركه الام QI Group of Companies، شركه QI القابضه، والشركة التسويقية لهم كيونت. طبعا مو بس هذا المنتجين اللي عندهم او القسمين اللي عندهم، عندهم كثير منتجات وقسام ثانية، بس انا اليوم حبيت اتكلمكم عن اكثر شيئين قاعد ينتشر ويكبر بشكل كبير هالفترة.
وأكثر شيء أنا مجربته. الحين خلينا نقول شلون نبدأ وشلون نشترك وشلون نفتح لنا حساب في الشركة. أول شيء أحتاج أعبي بياناتي وأفتح لي حساب وأصير عضو وأكون منتج المنتج. فهنا الشركة حالاتها إنها ما تبي أحد يمثلها ويكون جزء منها وهو مو مجربها، وهذه حالات شركتنا واللي يميزها ويفرقها عن شركات كثير برا. فكل ما دليت شخص على هذا المشروع أو هذا الفكرة يقدر يستفيد من المنتج أو يستفيد من ويسوي له مشروع ويفتح له حساب زي ما أنا سويت وأنا غيري. وأنا بالفطرة دائما ندل أشخاص مطاعمنا المفضلة أو نمدح أجهزة وبرامج معينة، فليش ما نسوي نفس الشيء بس على الأقل بمردود مادي؟ فلما فكرت فيها قلت كم شخص في هذا الزمن يدور على فرصة أو دخل إضافي ويبي شيء بالذات الحين أونلاين أو شيء مرن. فخلينا نسوي حسبة سريعة مع بعض، خلينا نقول على أقل عدد، خلينا نقول الحين فتحت حسابك ودليت أقل من 10 أشخاص، خلينا نقول 4 أشخاص اشتركوا وتمسكوا بهذه الفرصة وفتحوا لهم حساب. فهنا مجرد ما صار عندك 4 مشتركين معناتها 4 فتحوا لهم حساب وجربوا المنتج فصار عندك 4 مبيعات. فالشركة بتنزل في حسابك $1,200. الحين هم صار عندهم حساب الخاص فيهم وهم يسوون نفس الشيء، خلينا نقول أقل شيء 4 أشخاص بيشتركون وياهم، فكل واحد هنا بيستلم $1,200. فهذول اللي من طرفهم قد تعرفهم أو ما تعرفهم بس هنا بيكون بحسابك $3,200. وخلينا نقول هذول الجدد الحين كل واحد منهم شركوا 4 أشخاص، فالحين في حسابك بيكون $16,000. وهكذا وكل ما زاد العدد كل ما زاد الأرباح، والشركة بتدفع بشكل أسبوعي على يوم الثلاثاء لين توصل أقصى مبلغ تقدر تسلمه بالأسبوع من موقع واحد أو حساب واحد اللي هو $20,100. فلا وضح الفكرة أكثر، لما تفتح حسابك بتملك فرع أونلاين للشركة باسمك اللي كلفك تقريبا $2,000 على المنتج والمنتجات اللي أخذتها ولك. أوكي، فأي شخص من طرفك أو من طرف اللي من طرفك تقدر تسلم عليه، وهذا جمال البزنس. وهنا يبدأ الدخل يسوى والبزنس يكبر لأنها مبنية على قاعدة المضاعفة. يعني في السنوات الماضية 99% من الأشخاص المشتركين وياي ما أعرفهم شخصيا بس كل شيء بيبين في حسابك وحتى بأي دول هم مشتركين فيه. فقوة المضاعفة وصلت المشتركين بالشركة ل 15 مليون مشترك في العالم، وصار شركتنا من 10 أكبر شركات نموا في صناعتنا، وأعلنونا ببزنس فور هومز أورجنايزيشن من أكثر 100 شركة صلبة في هذا المجال، وزي أمازون وسوق دوت كوم وإي باي. شركتنا لها مكاتب إدارية حول العالم. أوكي، في الخليج عندنا مكتب في دبي ومكتب في أبوظبي وفي ألمانيا وبتركيا وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا وماليزيا وسنغافورة، وبأفريقيا عندنا بمغرب بجزائر بكورديفوار بكينوفاسو وغيرها. طبعا اللهم صل على محمد تو ما قلنا بسم الله. هذا النوع الصناعي يسمونها نتورك ماركتينج، ريفيرال ماركتينج، وورد اوف ماوث، مالتي ليفل ماركتينج اللي هو متعدد التجارة متعدد الطبقات، فرانشايز أونلاين اللي هو أنا شخصيا أحب أسميها نتورك ماركتينج اللي هو متعدد الطبقات، أو فرانشايز أونلاين لأنه أنت بتملك فرع أونلاين للشركة. وأكثر شيء شدني لما كنت أبحث على تجارة مربحة طبعا، أوكي، إنه هذا الصناعة يتكلمون عنه أنجح المليارديرية في العالم، أغنى إنسان في العالم، بيل غيتس، وارن بافيت، دونالد ترامب، ريتشارد برانسون المفضل حقي، أنثوني روبنز، كلهم مو بس يتكلمون عنها ينصحون فيها وسموها اليوم تجارة القرن 21 لأن خسائرها ولا شيء مقابل مبلغ جدا حلو، بالذات للناس اللي مو مستعدين يخاطب مبلغ مبالغ وما عندهم رأس مال ليسوي شيء بمبلغ كبير. هذا البزنس بالأحرى هذا الشركة أنا برأيي من أفضل البزنسات في العالم لأنه يميزها 3 أشياء أساسية. أول شيء المبلغ، إن كان الدفع أو الربح، المبلغ يعني مو 50,000 ولا 100,000، مبلغ يتدبر. هذا الصناع اليوم كونت أكبر عدد مليونيرية مقارنة لأي مجال تجاري ثاني في التاريخ. ورقم 2، الشركة تشمل صناعتين من أهم الصناعات في العالم، الكوفي والسفر والسياحة. ثالث أغنى إنسان في العالم وارن بافيت دائما ينصح الناس لما يدخلون في التجارة بمثل الشيء اللي أنت تحب تسويه خله هوايتك، الشيء الناس يحبون يسووه خله تجارتك، والناس يعشقون السفر والكوفي. الرقم 3 هو الأساس اللي يميز هذا المشروع، الدعم والإرشادات. الصناعة مبنية على شيء وقاعدة فيد واستفيد ما هتلاقوها في أي تجارة ثانية.
انت عشان تستفيد تحتاج تفيد غيرك، ولما يفتحون لهم حساب خاص فيهم انت بتستفيد. ولولا الله ثم هذا الدعم اللي لقيته ما كان طلعت اللي طلعته لله الحمد طبعا. فهذا اجمل شيء في الموضوع، فاستغل الدعم والارشادات اللي بتلاقوه، ان على الاقل الشخص بيلاقي هذا الدعم مجانا، والحياه ما بتتحسن لحالها. اسعي عبدي وانا اسعى معاك. احنا متعودين دائما يكون عندنا خطة بديلة لكل شيء في حياتنا، عندنا تأمين على صحتنا وتأمين على سياراتنا وباك اب لجوالاتنا، فايش خطتك البديلة لوضعك المادي؟ دائما هتشوفوا انه اصحاب المال والاعمال دائما يركزوا على السر او نقطة اساسية ينجح مشروع، يعني مثلا اللي يدخل في العقارات يعرف انه لازم يدور على الموقع الاستراتيجي. وهنا بالتجارة الالكترونية الوقت الوقت الوقت. دراسات عن التجارة الإلكترونية ذكرت أن كل 11 ثانية في مشروع أونلاين قاعد يفتح، فلا تفكر بالأفكار والأشياء اللي كان زمان وازدهر وكان شيء كبير، فكر بالأفكار المستقبلية اللي بيكبر والبيزدهر، وأهم شيء يكون جزء منه، اللي هو الحين معظم الشركات والدول متجهين بقوة اتجاه الأونلاين بيزنسز، فالفرص الأونلاين صار جدا كبير، وندم كثير أشخاص السنوات الجاية إنهم ما عرفوا كيف يستغلوا ولا يستلموا من النت. وزي ما قال الروبرت كيوزاكي الاقتصادي المشهور، لا تشتغل الفلوس، خلي الفلوس تشتغل لك وكون لنفسك passive income، فوقت يصير عندك الحرية الوقت تسوي شيء اللي تبغاه. فالحين اللي يبون يبدون، اللي دلعك على هذا الفيديو يدل شهادتك على اشتراكك، اللي هو خطوتين، تعبي بياناتك وتفتح حسابك وتفعل حسابك بالمنتج أو منتجات اللي تاخذهم. ونصيحتي وأرجع أقول إنه أول ما تشترك أول ما تصير عضو على طول ادخل في البرنامج المبتدئين، واستغل الإرشادات والدعم اللي بتلاقيه في أشخاص خبيرين، حتى بتقدر تقابلهم وتمشي معهم خطوة خطوة. دائما احنا نسوي برامج ومؤتمرات وتدريبات حول العالم في دول مختلفة، من كل نوع من أنواع الأشخاص بتلاقونهم موجودين في المؤتمرات، من رجال أعمال، من سيدات أعمال، من موظفين موظفات، من أشخاص عاطلين، من مدراء شركات، كل نوع من الأشخاص بتلاقونهم في هذول المؤتمرات اللي نسويه حول العالم. واللي ما عنده أحد يقدر يرجع له ويستفسر منه يقدر يضغط على الرابط اللي تحت وتعبي بياناتك، وبيكون في شخص يا أنا أو شخص من طرفي بيتواصل وياك ويساعدك بإذن الله.